نحن قادرون بحول الله وبقوته أننا نتصدى لكل من يحاول أن يتعرض للمملكة العربية السعودية. فهنيئا لكم بإيران، وإن شاء الله عما قريب سوف تندمون على ذلك. نتعامل مع من؟ تتهمنا بالتعلقات مع إيران؟ أقسم بالله إيران حقيقة أثبتت إنها حقيقة دولة شريفة. والله هذه يعني أضحوكة. إيران التي تتآمر على دول الخليج العربية، إيران التي لها شبكات جاسوسية في الكويت وفي البحرين وفي عدد كبير من الدول، أصبحت دولة شريفة. مندوب قطر في الجامعة العربية فضح كل شيء وكشف بالبنط العريض ما لم يعد سرا خافيا على أحد بقوله إن إيران شريفة، وهذا متوقع ممن ارتمى في أحضان إيران حتى الذل والانبطاح. الطريف بل المثير للسخرية اعتقاد تنظيم الحمدين بكل تبجح أنه يمتلك الحق الحصري بتوزيع رتب الشرف ذات اليمين وذات اليسار، أو ذات الترك وذات الفرس. تنظيم الحمدين يعرف جيدا معنى الشرف، بدليل أنه قام ونشأ بانقلاب الابن على أبيه. تنظيم الحمدين يعرف معنى الشرف بدليل التعهدات التي قطعها لإخوانه وأشقائه ولم ينفذ حرفا منها. تنظيم الحمدين يعرف معنى الشرف بدليل تآمره طوال 20 عاما على إخوانه وأشقائه ودعمه الحركات والتنظيمات الإرهابية والمسلحة. هو يعرف معنى الشرف بدليل دعمه وإيوائه بعض أعتى الإرهابيين في العالم. يعرف معنى الشرف بدليل إرسال الجواسيس ليعيثوا خرابا في الدول الشقيقة. يعرف معنى الشرف بدليل إنفاقه مليارات الدولارات لشراء الذمم والضمائر. يعرف معنى الشرف بدليل زعمه الوقوف إلى جانب الشعب السوري وتحالفه مع من تلطخت يداه وأوغلت في دماء الشعب السوري. يعرف معنى الشرف بدليل وقوفه ضد مصلحة وإرادة الشعب المصري دعما لتنظيم الإخوان وزعيمه المعزول. يعرف معنى الشرف بدليل دفع الرشا السخية لشراء كأس العالم. ويعرف معنى الشرف بدليل معاقبته الحجاج وفبركة الفيديوهات والأخبار حول الحج لأهداف سياسية. يعرف معنى الشرف بدليل نشر تصريحات ثم نفيها ثم تأكيدها ثم نفيها ثم تأكيد نفيها ونفي تأكيدها. قائمة الشرف الخاصة بتنظيم الحمدين تطول وتطول وتطول، وهي تملأ شوارع الدوحة وقصور الدوحة وفنادقها وشاشاتها وصحفها، لكنها قائمة الشرف الوحيدة في العالم التي لها رائحة تسكم الأنوف. مبروك على تنظيم الحمدين اضطرار للتعايش مع هذه الرائحة. أقلب الغريب كقلب أخيك، أعيناه عينا أخيك، وهل تتساوى يد سيفها كان لك بيد سيفها أثكلك.